أنا عايز أسمع أم أنس كل مرة كده تقول لنا حاجة كده صغيرة. قول لي يلا نمشي. لا لا كانت بتقول حاجة من الدراسة، وحتى لو هتعيد القصة بتاعت فيلم الأسود. مع السلامة. قصة لذيذة جدا، هي حاجة واقعية. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة للكل، وإن شاء الله صابون عافية دايما بعافية وبصحة يا رب. مش هنقول بقى في بلاش السفاية بقى، ما بحبوش في الطريق كمان. عندي قصة. كان في البلد القديم، يعني حبوباتنا بيحكوا اللي هي تيتا، احنا بنقول انا بالنوبي اسمها انا اللي هي الجده اسمها انا. فقالوا كان في حرامي اللي هو من الناس اللي بيجوا مزارعين وكده، مش مننا مش نوبيين، بيجوا ناس غور بيزرعوا لهم الارض وكده. فواحد منهم اسمهم جربتيه. المصطلح بيروح لبعيد فمش عايزين نقوله. هو حامل البطل هنا. المهم الشخص ده كان بيسرق البيوت النوبيه، بيزينوها باطباق كده، والاطباق دي على فكره فخمه جدا جدا، بتبقى اطباق فخار وبتبقى اطباق معموله من الصيني الاصيل اللي هو فخار ومطل صيني ومعرض لدرجات حراره عاليه جدا. فبيزينوا بيها البيبان، وعندهم زخارف كانت معينة كده للبيوت. الشخص ده كان بيسيب الناس تنام ويمشي يسرق ايه؟ الباضي، بيفكفكها ويسرقها من البيوت. فالمهم حد بلغ عنه ومسكوه وحبسوه، مش عارفة كده قضى فترة العقوبة. وبعدين المنطقة اللي هو كان سرق منها واللي بلغوا عليه دي منطقة أرجينة اللي هي قريتي افتكر. اللي هي أرجين قريتنا. المهم قريتي دي كانت جهة الغرب اللي حاليا عاملين عبرها الطريق البري بين مصر وافريقيا، السودان، جنوب افريقيا. وادي حلفه. هو حلفه؟ وادي حلفه. هي الجبل الحجاوي دي عن وادي حلفه القديمه اللي هي قبل السد العالي اللي هو 1964، قبل 1964. الدندان. الدندان مش تبعنا، تبع مصر. المهم الشخص ده بعد ما قضى فتره العقوبه كان السجن وكل حاجه ناحيه ايه؟ شرق النيل. والقريه اللي هو سرق منها في غرب النيل. فهو قرر انه ينتقم من الشخص اللي بلغ عنه. والمراكبي هو لازم يعدي بالمركب يجي البر التاني. فالمراكبي عرف ان هو نيته رايح ينتقم، فعايز ينبه اهل القريه من غير ما هو ياخد باله، فهيتكلم بالنوبي. لازم يتكلم بالنوبي عشان اهل القريه ينتبهوا، وفي نفس الوقت مش عايز هو يحس ان هو بينبههم علشان برضه ما يهربش. فالشاطئ بيبقوا واقفين مستنيين المراكب عشان يوديهم الشرق وبرضه ينتقلوا يعني. فالناس اللي واقفه على الشاطئ وهو بقى بصوت عالي قاعد بيجدف وبيقول ايه؟ عشان ما ينسى عشان مش حافظها يعني. فقاعد هو بيجدف بيقول اي جدو، كانها اغنيه حماسيه بيحمس نفسه عشان يجدف. فبيقول اي جدو وانا صلوا عليه كده، الحقوني الحقوني صلوا عليه. هو كانها ايه في وسط التشجيع والحماس، اي جدو وانا صلوا عليه، طبق دكي صلوا عليه، اي دندنا صلوا عليه كده. فاحد يدفع عشان ينبههم طبق دكي، يعني اللي بيخفق في الاطباق وجاي معايا والحقوني وكده، وصلى عليه صلى عليه الصلاه والسلام. فكل وقف مدهب اول ما نزل من المركب مسكوه.